موضوع دقيق، بل دقيق دقيق، لأن كل التصرفات التي نراها من الفتاة هي منعكس لتصوراتها. فنحن ما لم نحدث تغييرا في التصورات لن نستطيع أن نحدث تغييرا في السلوك. ذلك لأن الفتاة حينما تؤمن أنها إنسان مكرم جدا عند الله، والمقولة الدقيقة أن المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف وفي التشريف وفي المسؤولية، مكلفة كما هو مكلف، مشرفة كما هو مشرف، مسؤولة كما هو مسؤول. حينما تنطلق الفتاة من تصور صحيح أنها مخلوقة لجنة عرضها السماوات والأرض، وأن لها مهمة في الحياة رسمها الشرع الحنيف لها، أن تكون بنتا صالحة، ثم زوجة صالحة، ثم أما صالحة، وتؤدي رسالتها إلى أولادها وإلى زوجها، وعندئذ تستحق جنة ربها، عندئذ تنطلق في سلوكها ولا سيما في خروجها وفي ثيابها من منهج الله عز وجل. أما إن انطلقت في تصوراتها من أنها مخلوقة أثمن ما تملك جمالها ومفاتنها، وهي من حقها أن تعرضها على الناس لتثير إعجابهم، لذلك ترفض الحجاب وتتبذل وتلعب بعقول الشباب وبنشاطاتهم، وتشعر أنها حققت مكسبا كبيرا، ثم هي تعرف الحقيقة متأخرة فتعض على أناملها ندما. القضية تنطلق من التصور. أنت أيتها الفتاة لماذا ترفضين الحجاب؟ لأن ثقافتك ليست وفق منهج الله. الحياة فيها ثقافات، المؤمن ثقافته وحي السماء، وغير المؤمن ثقافته ثقافة أهل الأرض. هذه تأتينا عن طريق الفضائيات والكتب والمجلات وكل ما يزاع ويقرأ ويشاهد في وسائل الإعلام. فنحن إذا أردنا معالجة تبذل الفتاة لا ينبغي أن نقمعها. أنا أعرف إنسان قمع بناته على الحجاب الكامل، فلما توفي ارتدينا أشد الثياب تبذلا لأنهم قمعنا ولم يقتنعنا. الآن ماذا يقولون مثلا للتقريب؟ الإرهاب لا يعالج بالقمع، قالها بلير، لكنه يعالج بإيديولوجية خاصة. هذا الذي نسميه إرهابيا هو قانع بما يفعل، فلا بد من أن نغير قناعته. لذلك هناك دعوة في بعض البلاد الإسلامية إلى الاجتماع بهؤلاء المتطرفين لإقناعهم بأن عملهم ليس إسلاميا مثلا. وأنا أقول هذه الفتاة الخطوة الأولى في إقناعها بالحجاب وبالحشمة أن نبدأ من تغيير تصوراتها عن هذا الموضوع. أما أن نقمعها كبنت أو كزوجة، في الأعم الأغلب تتمرد، وفي الأعم الأغلب تطلب الطلاق ولا تضع الحجاب. أنا أرى أن الأمر لا يعالج إلا بالإقناع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. لكن دائما في التربية إذا منعنا شيئا نريد البدائل. فهذه الفتاة تبحث عن سعادة موهومة، تبحث عن سعادة قوامها أن تتبذل وأن تظهر مفاتنها صارخة في الطريق كي تشد الأنظار إليها، لأنها تتوهم أنها تسعد بهذا. ولكن حينما تقترب من الله، وحينما تؤدي واجبها الديني، وحينما تعبد الله، أستاذ عبد الحليم سوف أستخدم مصطلح جديد، وحينما تعبد الله عبادة أنا أسميها إعفاف الشباب، الفتاة التي وهبها الله جمالا أمامها عبادة
يفتقر إليها الرجال. كيف أن للرجال عباده هي الجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام. الفتاة أمامها قبل الزواج عبادة، هي ذروة سنام الإسلام، أن تسهم في إعفاف الشباب، أن تصون هذا الجمال لزوجها ولمحارمها، لا لمن يبحلق بها في الطريق، لا للوحوش البشرية، لا للذئاب البشرية، لا لطلاب الشهوة. هؤلاء يوقعون بها ويسمعونها أعسل الكلام، ثم ينالون منها حظهم، ثم يلقونها كعلبة فارغة. والقصص أستاذ عبد الحليم في هذا والله لا تعد ولا تحصى، والله بمئات الألوف القصص. فتاة أرعناء جاهلة وهبها الله بعض المفاتن، تعرضها على الناس وكأنها تدعو الشباب إليها. سأذكر لك رواية سمعتها ولم أرها. أخ كريم شاهد في محطة إقرأ لقاء مع شاب في مصر قتل 10 فتيات بعد اغتصابهن. فباحثة اجتماعية طلبت من وزير الداخلية أن تلتقي به، فالتقت به لقاء مصورا بثته محطة إقرأ. هذه الباحثة سألته ما اسمك؟ قال لها عن اسمه. ثم سألته أنت مسلم؟ قال لها أنا مسلم. قالت له أتصلي؟ قال لا. لما؟ قال لا أعرف أن أصلي. يعني ما علمه أهله الصلاة. قالت له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال هدئي حتى أتقنها. إلى أن أعادها لدقائق لا يعلم ما الشهادة. أنا أسوق هذه المقدمة لحكمة دقيقة. فبينت هذه الباحثة أن هذا الشاب ينطلق من جهل مطبق، لا يعرف ما الشهادة ولا ما الإسلام ولا الصلاة ولا القراءة. أمي لا يقرأ ولا يكتب. ثم سألته لماذا تغتصب تلك الفتيات ثم تقتلهن؟ قال هن السبب. قالت ولما؟ قال من ثيابهن. وكأنه عبر عن أن تبذل المرأة أو الفتاة بثيابها دعوة صريحة للشباب أن يتحرشوا بها. لذلك أنا كما قلت في مصطلح جديد عبادة إعفاف الشباب، هناك تحرش النساء بالرجال. هو التحرش ليس كلاميا كما يفعل الرجال ولا باليد كما يفعلون أيضا، لكن تحرش المرأة بالرجل من خلال ثيابها الفاضحة. وكل فتاة ترتدي ثيابا فاضحة لسان حالها يقول تعالوا تحرشوا به. ثم سألته هذه الباحثة فإذا رأيت فتاة محجبة وتحرش بها أحد؟ قال والله أقتله. أستاذ عبد الحليم هذا الشاب الجاهل جهل مطبق وضع يده على المشكلة. ثياب الفتاة المتبذلة تحرش بالشباب. لذلك لا تستبعد أن يتحرش بها، ولا تستبعد أن تكون ضحية هذا التحرش، ولا تستبعد أن تكون في النهاية مومسا، لأنه يتحرش بها ثم يزنى بها ثم تصور ثم تبتز بهذه الصورة فتصبح فتاة مومسا تبيع عرضها لمن يدفع الثمن أكثر. هذه المشكلة. نعم. في مقابل التبذل فضيلة الشيخ، هناك من يتمسك بحجابه ويتمسك بالحشمة إنما يقع في معاناة في حياته. نظرة الناس إلى المحجبة تغيرت عما كان في السابق. قضية العمل مشكلة عند المرأة المحجبة. كيف يمكن أن نقنع المرأة بالحجاب وهي ستعيش في معاناة؟ أولا أريد أن أبدد وهما صارخا، وهو أننا نريد أن نعيش في الدنيا كما يعيش الناس جميعا، أن نستمتع بكل شيء،
وأن نعمل في أي مكان وأن نحظى بالجنة في النهاية، هذا والله مستحيل. أضرب لك مثلا بسيطا، لو قلت لك هناك مركبة وزنها 3 طن مصروفها في البنزين 50 كيلو بالتنكة، ومركبة وزنها 800 كيلو 250 بالتنكة، فقلت أنت لا أنا أريد مركبة 3 طن ومصروفها 250 كيلو بالتنكة، هذا شيء مستحيل. أنا أريد الدنيا كما أشتهي، أن أعمل في أي مكان وأن أكون موضع تقدير الناس جميعا، ومن أرضى الناس جميعا فهو منافق. ثم أطلب من الله الجنة، من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه. لا بد من أن ندفع الثمن لدخول الجنة، الثمن. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذه الشابة التي تضيق أمامها فرص العمل، لكن الله حينما يعلم صدقها وإخلاصها وطاعتها ومؤاثرتها، طاعته على دنياها، يهيئ لها عملا. وأنا أعني ما أقول، بل زوال الكون أهون على الله من ألا يهيئ عملا شريفا نظيفا طاهرا ذا دخل معقول لفتاة محجبة آثرت طاعة الله وركلت بقدمها أعمالا كثيرة مغرية لكنها تبعده عن الله عز وجل. وأقول لهذه الشابة، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. يعني ما لم يكن سلوك المؤمنة صارخا، هي إنسانة صاحبة مبدأ. أقول لك أستاذ، في أمريكا شاب اسمه جيفري لانج، كان طالبا في التعليم الثانوي وانتقد مدرس التربية المسيحية، فأبوه عنيف جدا ضربه وشتمه وطرده من البيت. فاعتنق هذا الشاب الإلحاد، صار ملحدا وتابع دراسته، وكان عبقريا في الرياضيات لدرجة أن أستاذه كان يقول له أخرج من القاعة ولك علامة تامة، لأنه كان يربك أستاذه. وأصبح في النهاية أكبر أستاذ رياضيات في جامعة سان فرانسيسكو. أستاذه يستعين به في أطروحات الدكتوراه، فعند أستاذه طالبة شرق أوسطية محجبة حجاب كامل أرسلها إليه، فلما التقى بها لم يصدق أن الفتيات في أمريكا شبه عرايا، وهذه فتاة مسلمة شرق أوسطية ترتدي حجابا كاملا. قال شعرت أنها قديسة، ثم شعرت أنها تملك قناعات متميزة، ثم لم أجرؤ أن أحدق في وجهها، ثم رغبت أن أقدم لها أكبر خدمة في أطروحتها. وفي اليوم نفسه عكف جيفري لانج على قراءة القرآن، وما زال يقرأه حتى وصل إلى قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك. فاتصل بصديقه موريس بوكاي في فرنسا، قال له هذه الآية خطأ. قال له هذا الذي نجاه الله ببدنه رممت أعضاءه في مشرحة باريس فرعون مصر، واكتشفت أنا أنه مات غرقا. الآن جيفري لانج أكبر داعي إسلامي في أمريكا، وكنت سألتقي به لولا موعد الطائرة كان قبل موعد اللقاء به. جيفري لانج الآن مسلم وداعي كبير بسبب فتاة محجبة. صدق أستاذ عبد الحليم أن الفتاة المحجبة ملكة، وأن الفتاة المتبذلة سلعة رخيصة. ومرة طبيبة في ديترويت أرسلت لي سؤالا، أنه لماذا نحن ممنوعون أن نصافح الرجال، وكأنها متألمة، هي طبيبة وتعمل في المستشفى في ديترويت، فكلما تقدم طبيب أمريكي ليصافحها تعتذر، فصار هذا السلوك يحرجها كثيرا. فسألتني، قلت لها الملكة إليزابيث لا يصافحها إلا 7 رجال لعلو مقامها بحكم القانون البريطاني،
والمرأة المسلمة ملكة أيضا لا يصافحها إلا 7 رجال من محارمها بحكم القانون القرآني، فأطربتها هذه الفتوى. نعم. فضيلة الشيخ، هناك نظرة إلى المحجبة على أنها لا تهتم بنفسها ولا تعتني بجمالها. والله الذي لا إله إلا هو، أنا متألم أشد الألم حينما نربط المتدين بالإهمال. أن تعتني المرأة بجمالها وبرشاقتها، والله هذا جزء من دينها، وحينما تهمل جمالها وتهمل رشاقتها تكون قد عصت ربها، لأنها لا تحصن زوجها. الرجل حينما يكتفي من حلاله وتحصنه زوجته يقدم للمجتمع شيئا سمينا، أما حينما يضطرب في بيته ولا يشعر أنه محصن من قبل زوجة تهمل صحتها، تهمل جمالها، تهمل رشاقتها، تكون هذه الزوجة مقصرة في حقه. ذلك لأن من مفهومات العبادة أن تعبد المرأة ربها فيما أقامها، أقامها زوجة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. والجهاد ذروة سنام الإسلام، فحينما تعتني المرأة بجمالها وحينما ترتدي لزوجها أجمل الثياب بل وأحدث الثياب لئلا يرى في الطريق ما لا يراه في البيت، لكن لزوجها فقط. لكن نساء اليوم كل العناية للآخرين وزوجها مهمل إلى أقصى درجة، وهذه معصية كبيرة لله عز وجل. لأنها من صلت 5 وصامت شهرها